تحصن منا على حمى الدماء الليبيين وقطعا للطريق أمام التدخلات الأجنبية عربية كانت أو إقليمية أو دولية، ونزولا عند رغبة أعياننا ومشايخنا وحكمائنا، فقد وافقنا على حل مشكلة النفط عن طريق حوار ليبي ليبي. وبهذه المناسبة نتوجه إلى المجتمع الدولي عموما وإلى الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا التي تتشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، أن يكون لهما موقف واضح وصريح تجاه المهجرين الليبيين قسرا في الداخل والخارج، والمساجين في السجون السرية والغير شرعية الخارجة عن سلطة الدولة.